صباح الورد عليكم. النهاردة اتكلم معاكم كتاب عن كتاب جميل جدا اسمه من ضمن الكتب الحلوة جدا واللي عجبني المحتوى بتاعها. كتاب اسمه كتاب الإنسان كما أعرفه، الكاتب المؤلف محمد إبراهيم الماضي. الكتاب ده بيتكلم عن ان فهم الإنسان لنفسه والآخرين اللي حواليه هي من ضمن الحاجات المهمة جدا الأساسية علشان يقيم علاقات إنسانية نافعة ومثمرة لجميع الأطراف. وطبعا بيتكلم وبيقول من المهم بل من الضروري أن يكون لكل منا فلسفته الخاصة به اتجاه الحياة والأحياء على حد والأشياء على حد سواء. وكلما كانت هذه الفلسفة قائمة على العقلانية. صباح الفل عليكم، وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هتكلم معاكم النهاردة عن كتاب جميل قريته وعجبني جدا المحتوى بتاعه. بيقول كتاب، قصدي اسمه كتاب الانسان كما اعرفه، والكاتب اسمه مؤلف او الكاتب محمد ابراهيم الماضي. وبيتكلم عن ان فهم الانسان لنفسه والاخرين اللي حواليه بيعد هو الركيزة الأولى والأساسية علشان يقدر يقيم علاقات إنسانية نافعة ومثمرة لكل الأطراف. وبيقولوا من المهم بل من الضروري أن يكون لكل منا فلسفته الخاصة به اتجاه الحياة والأشياء على حد سواء. وكلما كانت هذه الفلسفة قائمة على العقلانية والموضوعية، كلما أدى ذلك بدوره إلى تذليل كل الصعاب والعقبات. تكلم الكاتب في كتاب الإنسان كما أعرفه، بيستعرض المؤلف محمد الماضي عدد من التجارب الحياتية لكبار الأدباء والمفكرين والفلاسفة والعلماء، وده بيعد يعني عامل أساسي أو عامل مساعد لينا على فهم السلوك الإنساني. الفيلسوف اليوناني سقراط دعا طول حياته الإنسان لمعرفة نفسه بعمق وفهم كمرحلة أولى لمعرفة الآخرين، وقال اعرف نفسك أو اعرف نفسك. ولكن هل استطاع صاحب هذه الدعوة أن يتوصل إلى معرفة نفسه كما يجب؟ بيجيب سقراط على ذلك وبيقول أنا أعرف عن نفسي أنني لا أعرف شيئا. الأديب عباس محمود العقاد بيرى أن الطمع في إنصاف الناس هو الكثير الذي ما بعده كثير. ومن تجارب الحياة اللي مر بيها العقاد خرج بقناعة أن الناس تغيظهم المزايا التي ننفرد بها ولا تغيظهم النقائص التي تعيبنا. أما عن فلسفة العقاد في الحياة مع الناس، كنت أتعب في معاملتهم ثم عرفت ما أنتظره منهم، فأرحت نفسي من التعب واتخذت لنفسي شعارا معهم ألا تنتظر منهم كثيرا ولا تطمع منهم في كثير. وعن سؤال هل يعرف الإنسان نفسه، يجيب العقاد كلا بلا تردد، فلو إنه عرف نفسه لعرف كل شيء. إنما يعرف الإنسان نفسه بمعنى واحد، وهو أن يعرف حدود نفسه. برناردو الأديب الأيرلندي الشهير بيقول إن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يثير في إحساساً جباناً بالخوف الكامل. فلسفة برناتشو في الحياة، كن أفاقاً أو كن مليونيراً، كلاهما لا يعني الكثير. أما ما يعني فهو أن تكون فقيراً ذا أقارب أغنياء، وهذا هو البلاء نفسه. بعد أن فقد المتنبي ثقته في الناس، لجأ إلى نفسه وإلى ذاته يخاطبها قائلا خليلك أنت لا من قلت خلي وإن كثر التجمل والكلام. غادة سمان أديبة عربية بارزة واجهت في بدايتها الأديبة الكثير من الصعوبات، كما واجهت الكثير من القسوة من بعض البشر الذين التقت بهم في حياتها. تقول إنني أمسك بالأفاعي ولم يحدث أن لدغتني مرة عكس البشر. وعن فلسفتها في الحياة تقول إن قدرتي على أن أكون وحيدة
هي الصداقة الأولى في حياتي، لأن الإنسان لا يكون وحيدا قط حينما يكتشف ذلك الإيقاع الداخلي بين ضربات قلبه وضربات قلب التراب والليل والبحر وكل ما هو شاسع ونقي. غازي القصيبي هو شاعر وناثر وروائي، وبعبارة مختصرة هو نجم، وهذه النجومية لها ضريبة يدفعه المبدع شاء أو أبى. بيقول القصيبي: يبدو أن قدر المرء يتأرجح بين كونه منسيا مغمورا أو مشهورا مثيرا للجدل. عمل القصيبي كوزير أتاح له معرفته للبشر لم تكن لتتاح له لولا الوزارة التي خرج منها بتجربة مريرة اختصرها بقوله: لا أقول أنني أصبحت بعدها أقل ثقة بالناس، ولكنني أقول أنني أصبحت أكثر معرفة بهم. زكي نجيب محمود من أشهر الفلاسفة العرب في العصر الحديث، خرج من طفولته وبيئته التي نشأ فيها مرورا بالقاهرة التي بدأ فيها حياته الصحفية وعرف من خلالها نماذج غريبة من البشر بهذه الفلسفة: اخرج من سجن نفسك إلى الطبيعة وإلى الناس من حولك، وكن على يقين أن الحوائل الموهومة التي تصدك عن السير والحركة كثيرا ما تكون قضبانا من ضوء. دكتور لويس عوض أحد أبرز أدباء مصر: نحن آل عوض لا نخالط الناس ولا نشجع الناس على مخالطتنا، ولا ننتظر شيئا من الناس، ولا نعطي شيئا للناس إلا للمستحقين. نشأ لويس عطية في أسرة مفككة يصفها بالقول: انطباعي العام إننا أسرة مفككة. فلسفته في الحياة: لقد كنت دائما أقول للسائلين: عملك وزوجتك اختارهما بمفردك، بقلبك وعقلك وحدك، ولا تنتصح فيهما أحدا فهما يعايشانك في الليل والنهار، فإذا أخطأت فلا تشرك الغير في أخطائك، فليس هذا من سمات الشرفاء. حمد الجاسر علامة الجزيرة العربية تقول فلسفته: إذا اتقى الإنسان ربه وأخلص عمله واتجه بأفعاله وجهة الخير، فإنه لا يضره ولو عاداه الناس كلهم. المؤرخ العربي عبد الرحمن الرافعي المولود في القاهرة يشتكي من حسن ظنه بالناس أكثر مما يجب، ويقول: إنني أحسن الظن بالناس أكثر مما يجب، ويلزمني أن أتعلم. المثل القائل أن سوء الظن من أقوى الفطن. فلسفة الرافعي عبد الرحمن في الحياة: ليكن الإنسان متغاضيا ومتجاهلا لكي يستطيع أن يبقى مكافحا ومناضلا، فالحياة مرادفة للكفاح والنضال. محمد عبد الحليم عبد الله أديب مصري هيأت له أسرته الظروف أن يقرأ ويتعرف على أكبر كتاب عصره. اهتم محمد عبد الحليم طوال حياته بالإنسان والإنسانية، فصور الإنسان في لحظات ضعفه، وصوره أيضا في لحظات قوته وجبروته صورة ظالما ومظلومة، صوره ظالما أو مظلومة. الإنسانية عند محمد عبد الحليم هي فكرة أساسها العطاء، وهذه الفكرة غير مقيدة بجنس ولا قومية. أحب الناس وأحاول أن أرى في عدوي ميزة، لأن من طبعي أن أنظر إلى مزايا الناس ولو كانوا أعدائي. هذه فلسفة محمد عبد الحليم في الحياة. ماكسيم جوركي الأديب الروسي الشهير كان جده يعزو قائلا: إن خشية الله ضرورية للإنسان مثلما اللجام ضروري للحصان. ليس هناك من ناصر لنا غير الله، فالإنسان هو العدو الألد للإنسان. كان يقول: عش في المجتمع البشري مع الناس، لكن تذكر دائما أنك وحيد. أرهف سمعك إلى الناس جميعا، لكن لا تصدق أحدا، إذا صدقت أحدا خسرت. وعن فهمه الخاطئ للحياة يقول:
لقد عانيت كثيرا الرعب، عانيت هذه الحياة القاسية، ولقد تخلصت من هذا الرعب بعدما فهمت أن الناس ليسوا أشرارا بهذا القدر، وأن الذي يخيفني ليسوا هم وليست الحياة، بل كان مصدر خوفي هو جهلي ووقوفي أعزل دون سلاح أمام هذه الحياة. جبران خليل جبران يصف العلاقة بين أبيه وأمه قائلا: لم يكن يؤلم أبي وخز الشوك والصراع مع الصخر والصراع مع أطباعها بقدر ما كان يؤلمه وخز لسان أمي. كان بينهما اصطدامات لعلها أبشع وأوجع مما أحمله حتى اليوم من ذكريات سباي. مصطفى أمين الكاتب وصحفي المشهور يكاد يكون من القلة القليلة من الكتاب والأدباء العرب الذين تحدثوا بإيجابية وحب عن الإنسان، على الرغم مما عاناه هو شخصيا من أخيه الإنسان. كتب مصطفى أمين يقول: أجمل ما في الحياة هم الناس، متعتي الكبرى في الحياة أن أعرف الناس، أن أعرفهم من الخارج والداخل، أن أدرسهم وأحبهم. الاختلاف إذن وليس التشابه والتماثل هو ما نخرج به من قراءة هذه التجارب الإنسانية، وبدونه لا يصبح للحياة شكلها وهويتها. وهذه الشهادات التي قد نختلف أو قد نتفق معها، إلا أنها في المحصلة النهائية تكتسب حيويتها وجدارتها من كونها صادرة عن تجربة إنسانية معاشة وخبرة مكتسبة لعقول مفكرة لها وزنها وحضورها المؤثر في حياتنا. ولعل الفائدة الأهم من كل هذه التجارب إدراك الإنسان أن سعادته وشقاؤه مرهونان بمدى قدرته على فهم نفسه وفهم الآخرين من حوله. ولعل الإنسان يدرك بقراءة مثل هذه التجارب أن بإمكانه توظيف هذا الاختلاف بين البشر لصالحه وصالحهم، وذلك عبر تفهمه وقبوله لهذا الاختلاف باعتبار الإنسان كائنا غير كامل، فالخطأ والنقص ملازمان له